بسم الله. من الحاجات الجديدة في ريفيت 2018.1 إن أنا عندي في الفيجوال بروجرامنج في داينامو بلاير ضافوا لي ميزة صغيرة جدا بس لذيذة، وهي إن أنت تقدر تعدل الخصائص وتعدل وأنت شغال البرمجة بتاعة الداينامو. تمام، يعني المفروض إن أنا بدوس هنا ران سكريبت فبيروح شغال السكريبت دوت. تمام، تقدر تيجي هنا إديت تدخل تعدل. في حاجة بقى جديدة اسمها edit input، ده بيديك بكل بساطة ان انت تقدر تعدل في المدخلات اللي هتدخل للبرنامج. تمام، يعني لو جينا نبص هنا تلاقي ان هو مداك بشكل شيك جدا number of new level to create select level، فتعمل select وتختار الليفل اللي انت عايزه من هنا. distance تكتب الرقم اللي انت عايزه، يعني المدخلات اللي المفروض بتدخل كنت لازم تدخل الاول، بتدخل على لغة البرمجة وتعدل فيها، اصبح التعديل هنا بقى اسهل بكتير. تمام، خلينا مثلا كالكوليت روم بيدينا نعمل سيلكت روم تعملها، بيديك اختيارات فولس ولا ترو، الليبل اريا بير كيوب ميت، فبقى اصبح الموضوع بقى اسهل بكتير. المدخلات اللي المفروض تدخلها للبرنامج بدل ما كنت الاول بتدخل على لغة البرنامج دينامو وتعدل فيها، اصبح التعديل سهل جدا ومش محتاج لبرمجة.